تتكاس وحرانك وأن أبنانين يعني الدين تنقل دقيسا إن أي ما ركتي دول أي سن لهين أيقو دول دولة ديدا أما دول الشخص أولي هاي إن أي حوق إيو واقب صدي إيو واد دقي إيو وكوهب صدي إيو إن يكون ضمعان إسكا بداف إن يكون تياني وحاران أن مركا إسكا دينو وحيابها معلومها لما مغلايو وي استاكتاقا وي استيجيتكا وي إن هنتي أم ديدا هنتيدان دولد وسيدا هرئي صار شاقنا علماء وركوا ذات مغلايسين ومدى ربي أولا حيسا لباتن مليانين من كيدو هذا كجرتا دولد دانا مسؤولوغا أيضا الرواعين يوقف إيديسو ودناها عامكا يوقف قواتو ممكن دولد دا هسك دي قاميستي ها أقباق إذا كعلم أهان وما سنتا عبد الناصر وحان أقباق إنا أنا كعلم أهان سيدا دي نصوص تكوعد بها نقرأي قينا مآني قال الله وقال الرسول والمغليس نصوص ته وحان أقباق إنا إن أي استفضد أي قوران أو أمرت دولدنا أي دقستان أيان أقباق إنا إذ إسكود دايدا إن أي دولد أرد أمر ديدا يكسم يستخورتي ماذا هل أنا خطر وأرن تاسو وقفت أسوح وإن الدماغ يسكلم أهاني وقف أن شريعة الإسلام كي الدين تا يحتى حرك ذلك ويا لما أنت تكسور جيدا ونفتي هذا حتى أي نغنيسو هدر أي نغنيسو وأن يعني هدي كل ما تحتى أن مال الله راعا لهين شيخ ذاتك شعبك ملك الدولة دي إسكد دقي ودي قامستي سيف شرع أهين لكو دقي ورين دين تمحيك قبطا حديث الدولة ملك الأصوب بعته ذاتك أسوح أخوك أميكو كليين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين مركب الشباب التي بي وما سنتين عبد الناصر دولك الدولة دولك شعبك وحي كجرا ملكية شرعية دولة وشخصية قانونية اعتبارية أو ملكين كرتا ذاتك أفراده أذيك يعني أفرادك الأتان قفوا الباب وحي حقوق شرعية لا ذا إني وح ملكين كرتو دينتين الإسلام كوحيا بها يدتك ونعميسي كميتاي قوانين تعالم قانا وقفتها قف والبا أما هذا قف النول أما هذا هي أدو لذين وحيلا هذا هي أوودي وحكومي الكيسو هذا بقى دولك دولد مالك استي أوكيالو صوماليا دوكيالو موضشة دوكيالو قبل هذا أنك جوابتا محنينو ما قوم معينو كما وجهنا إنما دينت إلهي واحنا وهذا إنا سعامة لما يستران وسيد إلهي رسولك إلهي سبحانه وتعالى رسولك صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الإسلام كي كفى فاهين ومسألة الأولك أما هنتي ذا جود الدولة ده أما هنتي ذا جارك والشخص جابة حرم هذا إلهي أوسي أي أيان كهذا هنا وحن ربع مرك إنان دتك يقعدان يجستي عشاء أنا جو حن مسألة دان وهذا دونا إن شاء الله نصوص هذا شرع إن شاء الله دونا أيدها قرآنك يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا حديث كاستمسر كسيجاية وعكلون قال دونا علماء الإسلام كأفرت مذهب إلى يقان واوين أي مذا أقوى واوين سدى أقوى هذلين يا مارتي إن إسكود الراعين حكم كان سجى مسادرت أقوى هذلين وتخرج دونا سدى بحث علم جا وهذا عصر جا وفصل وعن شيء دونا شيقة يا كتاب كيسة يا صفحة مسألة أوجرته هي طبعا ضابع ضي سداس ايان يعني ان شاء الله اوفا فاهم دورنا مركا انا جاوبت هذيك جوابين مركا وحل لنا ان شاء الله الهي سبحانه وتعالى وحرمي علماء الاسلام كنا اسكو ذا راعضي هانتي ذا دارك او قفك اول لي هي يا هانتي ذا جود دولد اي لا ذا هي ان لوغو ملكي كرين اما لوغو قاضي كرين الا سداس اسعت ما هنا ان قفك كسوغا شو بيع شراء وشرعيه وكو يسدو اما او هانتي ذا والدين تيسي هوري أو كرد حالي أيغو سي شرعي كويس دا أما رخصد هدي هانتي دولتا دولدو أي سيسي دوكومنتي أي أغو جرتاي أما رخصد أي سيسي أما قف هدو اللي أنا قف كاسو أوهي بي أما أوكي إيبي إنو دريقة ساسو شرعي كسو قال ما هنا قف أوذي كرتا هبا يراتي إني هانتي قود أمدو أي لاذا هاي أي إيدو إسكي ملكيسو إسكي أدو ملكيسو ما جرتو علماء دو ملكي وحي الليهين أقوان شوذي أيا هل كان تالا وحيلين الاستيلاء على الأرض بل إن لا ملكيه ولا قبصده عن طريق وضع اليد أيضا قعنته لا سقق يعني لو لقايو سمال هذا وحي راهين وتابصده مرك وضع اليد عرمة ساسي كودان وتابصي إن وقف كبير هذا أنا كسور مرة وسقها بصده كابصه شو السواء وحش العيد وهيسن دون إذن السواء إذن وهيسن دولة ديت أو تصريح أو حدينا أو ترخيص أم الدوكمنت اللي وجر اللي وجر خصيه محرم شرعا ومسألة محرمة
ويزداد وتزداد الحرمة وحي لهم فقهاء حرمة يا حران ماذا وحيسي زائدة يساء ويسي بضان يساء ولبا يو الإثم الدم بيقو إذا كانت تمتلكها الدولة هدي لك الدولة ذو علاضة وسي وينين يساء وسي علينا يا علم ذو حلين لأن الاعتداء على المال العام المال كعام كهو مضل أن كده حي إنه حد قد بو وسيقار الله قاعدت الله يشو أفحشو وكحنية هاي وك يعني فالحنية هاي وأسوأ وينكسي فالحنية هاي من الاعتداء على المال الخاص إن مالك خاص قال لك حد قد بوقف قول لي هاي و هبل حسن او دتك كميدا اما جامع او دتك كميدا غري او ليه ان كو هبستيد يا شيغتيد وحاران وحكسي حرمه بدن او كسي حاران سن ان دول عام او امد دن كدخيا اد كو هبستيد او اد شيغتيد او ترى انا اسكن سدا سي علماء دن اسكو رحسين وحي كو الادين وحي يرهن لان الاعتداء الحاصل فيه حد غدبك كدلنايو دولكاس عامك او دولدو ليداهي هو اعتداء على مجموع الافراد وحمله دتك او دن بلشدي او دن لو حد قد بيواد لانه ضمانت حقوقه كلها مثلا دولكاس استال لا غدي لهاي استال كدك دم او دخايا دولده استال كي سو وا فري جامعه امدن اي وخ كبرنيسو اسكول امدن اي وخ كبرنيسو وزاره امدن اخذ من لهاد دبدم امدن دب كدم لها وحو ربا هاد ودا امدن اي مر لهاد دخده كدغتي marka waxyaabaha nacfiga caamka ah umada u dhaxeeya waa ka xurmo badan yihiin xagga xaraantimada ka adag yihiin وأنا كان نعفي بديهن حق منافعاتك وحيابا قفك خاصك أقول ليه لأنه قف خاص إنه كده ناس شيء قال إنه ما ضرنا لو قدنا وكل أجر وكل نعفي بدنتاي سيد وكل نعفي بدنتاي وكل دم بدنتاي مركا لو واحد قد بنا ولذلك وحيرا يعني علماء يذكرها عين ومن أخذ شيئا من ذلك قفك الشيء كم الأرنك أسقاطه لزمه رده وحواجب كأنه رديه إن كان باقيا شيء قاس دو لنوليه وإن تلف هذه أو شيء قاس لنتنا لزمه رد بدله انه بدل كيس او قد اي واجب كنا غنيسا هدي او ارنتاس ولمي ايده قران ايا جرى او كسو اروري ايده قران كسو اروري ايده هاس الهي او مارتي او كسو دجي وحا كميدا قول الله تعالى مسلدان حكم كذا قال تعالى الله وحي يا ايها الذين امنوا مؤمنين لا تاكلوها عنين اموالكم مالكينها عنين بينكم دحدين هذه بالباطل استب باطل ما هكو عنينا الا ان تكون ان اتم هنا تجاره قنعس التجاره ان دحدينا كو كلا قاتين ما هنا وعن تراضي منكم راه الان شحق انك اعطي كو كلا كو كسعنيسا ايداس اي ايد كلو اسلم معناها اس ادو له ولا تاكلوا قال تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل حولها حوله انها عنينا دحدينا باطل هكو عنينا وتدلوا بها الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالباطل يعني إذا الدولة مركز أود إذا لغة فائدة سنايو أما لغة قادنا يو حالة دولة ديد أما فرسمة دولة ديد إذا كقاركو ديكو قادنا يان تاسنا ما بنانا سيدتك حولي سان لو قادن طبعا دولة دو وحي علماء اسكول عسيهين وحا حلك ساري لوكاس إنو ولاليو ووردية يو دالك نكا أغسر يا مركز دو أمير يهي دو بغر يهي ملك دو يهي رئيس أنقاوك رئيس أنقبنا رئيس الجمهورية أسرع مسؤولية دكتور بعد إسكاله أسرع إيه هو إذا الدولة ده أو أسرع هو اسمه هذا الربع إنه هنتدى عام كا ومدة أيوة إلى ليان وعكله مدحونه وعود اللي هاي إنه هنتدى عام كا أو ضد خاص أسيو أو يرى هذا مثلا ضد هبل إيه هبل إيه هبل كل كاس دولة ده محرع إذا أنا هاللاقي بيه قيس هاللاقي بيه وهو أود اللي هاي إنه يرى كل كاس دم جود وكاس هذا دم جارة ينقلي وهو أود اللي إنه يرى هذا كل كاس تلسو يبي يأخذنا ده القصص شبه العقد هذا مرك تصرفك هنتدى عام كمركز توحى أسكال دولة أسكال نبي صلى الله عليه وسلم أرنتها كم آمسن حديث صحيح حاجرته حديث السعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل أكمدة نكي طبنك جنة لوك بشاري أكمدة هاي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قول من أخذ شبرا تاكو وفك قاته ومن الأرض الأولى كمدة ظلما سح أوذك قاته حد قدوك قاته فإنه يضوقه إلهي قرت أيوه الضوء بالدونة يوم القيامة أنت قيامة من سبعة من سبع أراضينا تضبط قل أي الله قصو قينا سقرت لو الضوبة رواه البخاري في صحيحه وحديث كسدح كن بقول سقاش إيكو صحيح البخاري كجر رواه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد يوسن قادن متكين شبرا تاكو ومن الأرض الأولى كمذا بغير حقه حق الآن يوسن قادن حقنا واسو شيغني وينو بيع كوسو غلو قف اسكال شرعي كغلات اما او كوسو غلو هيبو او قف اسكال كوي بيسو
أما والدك أو الهاجر أو الحركة وصاقله سد حاسوحا أهين أو الولك أما الدولد كسيسو الدكومنتك وجرته لو ما قاعد ذكره بغير حق إلا طوقه الله إلهي باقورته وقضب عز وجل إلى سبع أراضينا يوم القيامة رواه مسلم في صحيحه صحيح مسلم أي كجر حديث كاسنا وحي إليه إن علمات مركة حديثة مركة وشرحها رقة سبل السلام وكال الصنعاني مركة وشرحها وحولي دلت الأحاديث وحكوه رئي آيذه آيذه إمام القرطبي مركة وشرحي القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن وحكولي هاي وقد نهى الله تعالى إلهي وحو حرمي لبدأ آيذات وهاي أنصار شاقني وحو حرمي عن أكل مال الغير إتكلة مالك إن لعنه بأي وسيلة من الوسائل وسيلة كست إن لقاته إن لقاته غف كلام مالكيس غير مشروع أو أن شرعي أهين كالسرقة إن لحظه والاستيلاء إن لاستقب صده والنصب إن لحوقه والنهي نهي قاس إلهي أو حرمه ولا تأكل إليه أنا يقتضي وحكينا يا حرمة حارانة النمو المنهي عنه حرمة المنهي عنه كان ليسكر ريبي إن لأنه حاران يا إن لقاته أيها يا لقاتنا أيضا فدل ذلك كاس أمرك وحو تسيب الله يا أمر كاس إلهي على حرمة الاستيلاء إن حارانتها إن لقبصده لقوها بصده على أراضي الدولة دولة دولة كذا وممتلكاتها إيه وحيابها يدعى إلا ذا وركاس عكو قرانيها كتاب الجامع لأحكام القرآن الإرادة الإمام القرطبي تفسير كاسوين حديثتي وحا أسقنا التعليقية الإمام الصنعاني مارت كتاب كيس السبل السلام كوكولي هاي دلت هذه الأحاديث السابقة حديثة السهر مرتي وحيث السنة يستهد أن هذا حديث سعيد بن زيد هي حديث أبو هريرة يعني قفك تاكر له كم دقات تضبط له إلا قصو جرائي ونقيم لقو عذابه ينبغ نوشاك صلى الله عليه وسلم على تحريم الاستيلاء إن حارانتا حديث النساء على أي جزء من الأراضي للك المملوكة إيلادها للدولة الدولة إيلادها أما هو الأفراد أفراد إليهن شخصياتك إليهن إن حارانتا إن لسقاته لأن الله تعالى قال جل جلاله غلظ وأتكي عقوبته عقوبته هذا سبل السلام صنعاني أيا كقري إجماع أي جرى علماء لا أذكر عصمتها أو إجماع الصحوة حكى كثير من العلماء علماء بدن وحيسوق ورسي الإجماع إن العلماء لم أذكرها عضي على تحريم أكل المال الغير عدك لا تمالك إن العنو أملقات إن حارنتها بأي وسيلة من الوسائل وسيلة كستها اللقاقات غير المشروع عن شرع أهين ومنها وحان كمدة وسائل شاس حارنتها وأن بنانين اللقاقات الاستيلاء إن لقب صدق على أملاك يعني ملكيال أما يعني هنتي وأرض الدولة لوك الدولة دو كلياته مركز تعلوم لوك الدولة دو شيء غيان لأن لوك الدولة دو وكسي مهم سين لوك خاص كل اللي هاي لأن حفظ الأموال مالك الله حفظي أيو يري أي يري علماء دي إحدى الكليات كليات كي كمت هاي التي تاسو جمعت أجمعت أي كوكولنتي الملل عليها لما ديمك السماو قاو يسكو ذراعين إني حارنتي إن لقاته وحا إجماع عاصل قسوق قولي الإقناع في مسائل الإجماع للإمام ابن القطان أي أسكالة المتوفى اللي حبق الله واتين سديد يعني كتاب كاس أي قسوق قولي وحان ربا هلكا إنام كشي يقو رقوا وين أو علماء أو أي مدى وين كميدة أو هذا الكاد أتا تأخرنا أي كل قد كتبت هذا كقرين كتبتنا هو تخريجنا يا قفك ربا ونغن كران رقوا علماء وباحثين تا ونغن كران وحاكم إذا أي مدى أس الإمام العلامة الإمام الحضاب المالكي في مواهب الجليل أيو كويري جسكا شناد لوابغل تضبات يسدح أيو هذا كان كفا فايي للك الدولة إني حارانتها إن لغاته وحكى لو كمذا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري شيخ وإمام الشافعية كمذا يسونا كتاب كيس الغرى البهية في شرح بهجة الوردية أيو أسونا كفا فايي جسكا سدحاد لوابغل أفرت إني سدح دبعا الميمنية دبعا الحضاب المالكي وحوى دار الفكر وهو رأى نقص هذا كتاب قصيدة حاد أما إمام قصيدة حاد هو الإمام البهوتي الحنبلي مذهب الحنبلي قال رجل وين كم هذا كتاب قصيدة دقائق وللنهى كتاب لا يرادو أيو جزء اللباد لو بقول سلاشين قصيدة حيوك سلاشين اللي حيوك في أيه طبعا هذا هو عالم الكتب طبعا لا يراوي وحكى له تو أسوأنا هل كان واحد لي الدردير أو أي مذهب مالكي ذا كم هذا وين كتاب قصيدة شرحه الصغير جزك مارتي لباد شن بغل لباتن يأفر أيو أسون كبها فهيي وحا إجمع سوقوري الإمام ابن قدامة الحنبلي كتاب كيسة وين المغني يفق مقارن كأه جزك الشراد بغل تلباتن يتضب مكتبة القاهرة أسون وحو سوقوري إجمع إني حارانتاي
إن دولك الدولة يقف أي ملكيتك لغته وحكا لو سوقوري أسقنا وكاد الموضوع عن أدوك هذا لأنه حراني أنا عدي الإمام بدر الدين العيني الحنفي الإمام ماذا كان حنفي كرنقو قوين كمذا وشرحينا مارتي كتبت صحيحنا شرحي بخاري مسلم شرحي سأل هداية أيوكو هذا لي جسك كوي تمرات بغل إيساقاشن وقدمين وحكا الله أسقنا ونكسوق بقبيننا الإمام النووي في المجموع كتاب كي سوينا مجموعة أيوكو هذا لي جسك أفريت تمرات لو بغل صدن يلبو ودبعضنا أيتاي دار الفكري وحول لي هاي وأجمع المسلمون مسلمين تو لو حيسكر عدو لي هاي على تحريم الغصب في الجملة إن لدعو هنتي ومدة أول حيسة أما هنتي قارة إن قفك وحو كقاتو أما أمارت سجاه بسدو أي وابا حاران لي جملة أهم وإسك حاران هذا بولا ليال نصوص تاس يا أي مداس دين تإسلام كا يعني سو قوريني وحين بريسا أو إنوفا فاهينيسا إن قفك مسلم كا dadka dadku laba u kala qaybsamaan dad diintooda ilaashanaya oo xalal qoodata ah oo wixii ilaahay iyo rasuulkiisu ay ka hadleen oo ay xarimeen ka joogsanaaya oo cadaabka ilaahay ka baqaayo oo jannada ilaahay rajaynaya oo diinta ilaahay inay ku dhaqmaan ay ka go'an tahay dadkaas waa dadka aayadaha iyo axadiistu ay la hadlayso culimadu ay la hadlayso dadkaas waxa xaraan ka ah oo aan u banaaneyn yacni diintuna uga digaysa in ay maaragtay dhul aysan lahayn ayagu dul dowladeeda ama dul shakhsi uu leeyahay inay ay xoog iyo waa qabsaday iyo waa degay iyo waa ku habsaday iyo inay ku damcaan iska badhaaf inay ku hantiyaan waa xaraan arrintaas sidaa marka la iskuma khilaafsana qofka haddii aan u aba yeelin oo aan xaq iyo baadil kala jeclayn oo xaraani xaal aan kala jeclayn waa dhici karta inuu iska hunguriyeeyo oo ku in adeego oo yacni isagana haddii diintu ay ka xarimtayo todoba dhul in laga soo goynayo taaka kasto dhulka kamid oo adigu adan lahayn oo xuq ku qaadato ama dowlad hala haato ama shacab hala haade ayuu nabi maxamed noo sheegay sallallahu calayhi wasallam kama fi sahih bukhari muslim xadiis aan soo sheegnay saciid ibn zayd iyo abu hurayra ay warinayeen iyo xadiis kale abubakr uu warinayo oo nabiga sallallahu calayhi wasallam fi sahih bukhari muslim ku jira oo leeyahay ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fi shahrikum haada fi baladkum haada maalintii maarata xajatu lwadaac marka nusuustaasoo dhan waxay tusinaysaa inay xaaraan tahay in rolalka dowladda meel kastay ku yaaliin aniga muhiim ima aha buqco gaara inaan tilmaamo laanno xukumkan buqco gaar ka hadli maayo xukum caama waay ilaa yowm alqiyaama ayuuna soconaya maalintii nabi maxamed lasoo saaray sallallahu calayhi wasalam ilaa yowm alqiyaama muslimiinta joogta waajibay ku tahay inay u hogaansamaan axkaamtaas sharciga ah marka walaalayaalow aan marka iska dayno waxyaabaha maalmahan lama maqlaayo oo iyo istaagtaaga iyo isjiijiidka iyo in hanti ummadeed hantidan dowladdu sidaa hore usoo sheegnay culimmada warkood aad maqlayseen ummadda oo dhan bay u dhexaysaa labaatan milyan milkiyadooda ku jirtaa dowladdana mas-uul uga ah ayadaa la rabaa inay uga faa'iidayso oo danaha caamka ay uga qabato marka qof kastoo dhex jooga waxaa waajib ku ah inay ka dhex baxdo marka dowladdu ay tiraa ka bax waajibay ku tahay culimmadu waxay ka hadlayaan wax yar cabdinaasirow haddii ay fiqiga oo kutubta lagu faahfaahinaya hadda waqtigan ugu cariiriya kama gaarno haddii dowladdu ay dadkaas ay wax ka bedeleen meesha dhismaha ka jiray masalan qofkii intuu dhulkii dowladda qabsaday ama dad badan ay qabsadeen ayay dhismihii dowladda intay burburiyeen ayay iyagu wax ku dhisteen culimmadu waxay leeyihin waxaa waajib ah in ay dhulka dowladdana ay sidiisa kusoo celiyaan oo ay dhisaan waxa iyagu ay ku dhiseen ay ka fujiyaan calaa xisaabi man ay weliba ku sameeyan waa maasunta cabdinaasir waxaan ugu baaqaynaa anaga culum ahaan sida de nusuusta ku cadba anaga ra'yigeena ma ahane qaala allahu qaala rasuulu waad maqlaysee nusuuste waxaan ugu baaqaynaa in ay si fudud ay uga guuraan oo amirta dowladdana ay dhegaystaan ayaan ugu baaqaynaa dowladdana waxaan ugu baaqaynaa iyadana iyadoon waajib ku ahayn oo tafadul ay tahay iyo ixsaan inay dadkaas hay-adaha dhulkaas raba inay dhisaan inay intay dowladda u galaan oo u galaan shacabka iyo ganacsatada waxayste u galaan in dadkaas maadaama muddo dheer ay meesha deganaayeen meeshaas laga raro oo si sahay ay ku guuraan intay rabtaa la ekaato haba yaraatee in loo qalqaaliyo arrintaasuna waa arrin yacni ixsaan ah ma ahan waajib waxa waaye ilaahay subxaanahu watacaala labadii qofoodoo isla nooleed muddo oo kala tagtay ayuuba wuxuu yidhi markii meherka iyo ay kala qaateen oo haddana wuxuu yidhi wamatticuuhuna or markay islaantaas ay baxayso haddana meherkeed magala siiyaan loogu siina haddana xoogaa mataacaha la siiyo ama bixina loogu daro wuxuu kale u yidhi ilaahay walaa tasrul fadla baynakum xataa intaas ku joogsamayse in haddana weligood ay iska warqabaana waajib ah oo isxiriiriy marka dadkan dad masaakiina oo muwaadiniina maadaama yihiin weliba intooda liidata in inta la tirakoobo xoogoo sahayay ku guuraan intay rabtaa la ekaatee
هدي له هيل كرلا سيانا ومناسب وأخلاق ذي كمت هاي لكن أيجو شرد كم ذي كران وحكي له تون هو إنا برارجية إدي إسكت ذي ذا إن الدولة ذا أرد أما ديدا يقص مسكرت ما ذا هري أنا خطر وأرن تاسو وقف تاسو هو إني دماغي سكلم أهني وقف أن شريعة الإسلام كي الدين تي حتى حرك ذلك ويا لما أنت كسور جدا ونفت هذا حتى أي نغنيسو هدر أي نغنيسو وأن يعني هدي كل ما تحت أن مال الله راعى عن لهين محايا للدولة دو أي إذا أسكال هنتي ذا إذا أسكال واجب أي تا إني دفاعته إذا أسكال إني مارته لسطو إذا أسكال إني ما مشو ساسا واجبة.